انا بدي الشباب يساعدوني. هسا احنا انسوا انه السؤال ضع دائره، النظام هذا اللي هو سين تربيع، خلينا نكتبه هنا بوضوح، سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 16، وسين ناقص صاد يساوي 4. مين يساعدني بحله؟ كيف نحله؟ شباب مين يساعدنا؟ لما يكون عندي معادلة تربيعية ومعادلة خطية شو بنعمل؟ دائما بناخذ الخطية وبنجعل احد المتغيرات موضوع القانون. يعني انا هون ممكن اخلي سين موضوع القانون وبننقل الصاد للطرف الثاني بصير 4 زائد صاد. فهون بالمعادلة الخطية حولت سين موضوع القانون. الان شو بدنا نسوي؟ بدنا نستبدل صاد محل عفوا محل سين بنحط 4 زائد صاد. ايش بصير شكل المعادله هيك؟ بصير هيك 4 زائد صاد الكل تربيع زائد صاد تربيع يساوي 16. تحولت المعادله لمتغير واحد، معادله في متغير واحد كله بس صاد. شو بدنا نسوي هون؟ بدنا نضطر نفك الاقواس عشان نقدر نحل، مضطرين نفك الاقواس. مين يساعدني نفك الاقواس؟ شباب وينكم؟ كيف بنفك الاقواس هون؟ 4 زائد صاد الكل تربيع، كيف بنفك قوسها؟ نضرب المساله باثنين. ليش تضرب باثنين؟ التربيع. لا هاي 4 زائد صاد الكل تربيع، نقلني شو اكتب مكانها؟ 4 زائد صاد تربيع بدك تحللها بتفتح قوسين. انا ما بدي احللها، انا بدي افك القوس. يعني هاي 4 زائد صاد الكل تربيع شو معناها اصلا؟ مربع الاول يا عبد الرحمن. زائد صاد في 4 زائد صاد، هذا مش تحليل، هاي بدك تفك الاقواس. هيك معناها بدك تضرب الاربعه في الاربعه، الاربعه في الصاد، الصاد في الاربعه، الصاد في الصاد. يلا نقلني شو اكتب؟ 4 ب 4 16. ايوه 16 وصاد ضرب 4، بدك تكتب 4 صاد. برافو. الاربع بصاد الثانيه بدك تكتب 4 صاد، وصاد بصاد صاد تربيع. هذا اللي بدنا نكتبه بدل مين؟ بدل القوس هذا كله. صح. يلا نقلني. وفي بامكانك تعملها اللي هي الاول تربيع زائد الاول في الثانيه. ليش ما حكيت من اول طب هذا الحكي؟ مربع الاول زائد 2 في الاول بالثاني. انا هسه فتت انا هسه فتت، ما كنتش متفهم معكم الاول. يلا هات نشوف. اذا شو نكتب مكان هاي؟ بدنا نكتب هيك صاد تربيع زائد 8 زائد 16 زائد صاد تربيع يساوي 16. صح صح هيك. هسه بدك تنقل ال 16 على الجهه الثانيه. بالضبط، ال 16 بدي اياها عند ال 16 اللي هون، تشطب معاها. ليش؟ لانه هاي بتصير ناقص 16 فبتروح طيب. مع بعض. طيب والصاد تربيع مع الصاد تربيع لما نجمعهم مع بعض شو بيطلع الجواب؟ 2 صاد تربيع. بالضبط، 2 صاد تربيع، صارت 2 صاد تربيع زائد 8 صاد تساوي 0. ليش 0؟ لانه نقلنا 16 هناك صارت راحت واحده بواحده. يلا كيف بنحل هاي المعادله؟ هسا تقسيم 2. لا خذ صاد عامل مشترك اسهل لك. خذ صاد عامل مشترك. لما تاخذ صاد عامل مشترك شو بضل عندك؟ تقدر تاخذ 2 عامل مشترك مزبوط. بس انا بدي اريح حالي، طلع كيف صارت تساوي 0. لما اخذت صاد عامل مشترك قسم 2 صاد تربيع على صاد بيطلع 2 صاد، 8 صاد تقسيم صاد بيطلع 8. صاد 0 او 2 صاد زائد 8 يساوي 0. خلص صاد تساوي صفر، هذا حل من الحلول، حطه على جنب. الان شو حلها؟ 2 صاد زائد 8 يساوي صفر، اللي يعني هي بدك تعوض صاد توزعها على القوسين. القوسين القوس اللي هو 2 صاد زائد 8. انا بدي احل هاي. ايوه
بدك ناقص 8 ناقص 8 ايوه او على 2 على 2 الصافي 4 سالب تأكد اكتب على الورقة وتأكد 2 صاد زائد 8 يساوي 0 مش بتقول لي ناقص 8 ناقص 8 يعني 2 صاد تساوي سالب 8 يعني صاد شو بتساوي سالب 8 على 2 صاد تساوي سالب 4 سالب 4 بدك الاشاره لو غلطت فيها بخربطك السؤال طيب بس خلينا نمسح هذا الحكي كلياته هسه شو طلعنا صاد احنا سالب 4 صفر او صفر اذا صاد طلعناها صفر او سالب 4 سالب 4 هيك خلصنا حل هيك خلصنا حل لا لسه وين السين؟ بدنا نروح نعوض صاد في المسألة أي مسألة عشان نطول سين اختار الخطية أسهل لك يلا حط محل صاد صفر سين ناقص صفر يساوي أربعة إذا سين تساوي أربعة إذا إيش النقطة الإحداثيات هاي المتفقة مع هذا الحلول؟ صاد وصفر صح؟ صح هون صاد تساوي سالب أربعة عوض هون محل صاد سالب أربعة تطلع سين ناقص سالب أربعة يساوي أربعة يعني سين زائد أربعة تساوي أربعة يعني سين تساوي صفر يعني هون سين تساوي صفر إذن إيش الحل المتفق مع هذه صفر سالب أربعة مين من هذول البدائل اللي ما أعطي جوابين هذول جيم اللي صفر وسالب أربعة وأربعة وصفر يعني هون هيك مراجعة سريعة على كيف نحل هذا النظام مثلا بنرد نحل كمان مثال عليه عشان إيش نتأكد إذا مرة ثانية لما يجي معاي معادلة تربيعية مع معادلة خطية شو الفكرة عبد الرحمن احكي لي ما سمعت أي أحد منكم يلا شو الفكرة عشان أحل سؤال من هذا النوع لازم يكون معاي معادلة تربيعية ومعادلة خطية معاي معادلة تربيعية ومعادلة خطية شو أعمل عشان أحلها؟ نخلي صاد موضوع القانون يعني من وين أخلي صاد موضوع القانون؟ من الخطية ولا من التربيعية؟ من التربيعية لا لا يا حبيبي من وين؟ هي من الخطية بتأخذ الخطية دائما بدايتك لما يكون معك معادلة تربيعية ومعادلة خطية من وين تبدأ؟ الخطية من الخطية مش من التربيعية تبدأ من الخطية وبتجعل اما سين موضوع القانون او صاد موضوع القانون مش شرط صاد موضوع القانون انا لما حليت قبل شوي حطيت سين موضوع القانون انا هيك حليت رجعت اخذت عوضتها في التربيعية وصارت معي معادلة تربيعية وحليتها هسه برد بنعيد عليه كمان مثال غيره مين يعطيني سؤال اثنين احنا ما بدنا نجاوب عليه كموضوعي بدنا نحله حل كامل أنا بعطيك سؤال اثنين يلا إيش فكرته؟ أول شيء قول لي فكرته هانا بده أكم حل بعطيك أحس هو معنى هانا يوجد للنظام 2 سين تربيع ناقص صاد تربيع يساوي 20 هاي المعادلة الأولى اللي هي معادلة تربيعية المعادلة الثانية 4 سين تربيع زائد 5 صاد تربيع يساوي 19 هسا انا يعني فكرتك كم حل بدي الاقي لهذا النظام كله انا بطلع كم عدد تربيع موجود في معني في المسالتين وبعدين بختار من كم عدد تربيع كم حل معي يعني كم حل بدي يطلع أربعة أربع. طيب تحل لي اياها انا غيرت سؤالك انا ما بدي كم حل بدي تحل لي اياها هاي احلل لك هاي المساله بالحذف بالحذف بحلل لك اياها ممتاز اذا يا سيدي لما يكون عندي معادله تربيعيه ومعادله تربيعيه هون سين تربيع سين تربيع صاد تربيع صاد تربيع الحذف هو الحل الامثل مين بدك تحذف الصاد ولا السين بدي احذف السين بضرب بسالب 2 في المساله اللي فوق بضرب بسالب 2 برافو عليك بس المعادله الاولى يلا نقل لي شو بتصير بعد ما اضرب بسالب 2 شو بصير شكلها بتصير سالب 4 سين تربيع ايوه و 6 صاد تربيع
زائد 6 ص تربيع يساوي ايوه سالب 40. برافو عليك. المعادله الثانيه شو اسوي فيها هاي؟ بنزلها زي ما هي ومرتبه. بعدين بحذف. دقيقه خلنا اول شيء نكتبها. شو يعني بنحذف؟ شو العمليه الحسابيه اللي بنعملها الان؟ نجمع. نجمع عشان برافو عليك. بالجمع لان غيرت الاشارات معناته جمع. جمع يلا سالب 4 س تربيع زائد 4 س تربيع كم بيطلع الجواب؟ صفر. صفر. يلا 6 ص تربيع زائد 5 ص تربيع كم بيطلع الجواب؟ 11 ص تربيع. 11 ص تربيع يساوي سالب 40 زائد 19 قديش بيطلع الجواب؟ سالب 21. سالب 21 متاكد؟ مظبوط. اذا ص تربيع شو بتطلع؟ 1 سالب 21 11 سالب 21 على 11. كمل. ناخذ جدر يا باي ركز. طلعت معنا سالب 21 على 11. يا زيد احكي يا زيد رافع ايدك ليش؟ شو فهمت انت لما طلعت سالب 21 على 11؟ في عدد لما تربعه بيطلع سالب؟ لا لا. طيب شو اقول؟ شو اقول؟ ما بصير اصلا. يعني شو اجاوب؟ استاذي قلت لي انت قلت لي في لها اربع حلول، انا شو طلعت لك انه في لها كم حل؟ قال مجموعة الحل فاي. يعني لا يوجد حلول. لانه ما بصير سالب تحت الجدر. صح. ممتاز. اذا انت هون لما بيجيك نظام زي هيك مش بس شغلت على درجة الاس بقدر اجاوب. مضطر اجرب. مضطر اجرب. وزي ما حكيت هي بالحذف مبين انها بالحذف يعني. يلا الآن مسألة لفظية. نظام المعادلات المرتبطة بالمسألة عددان مجموعهما 15 هاي فاصلة والفرق بين مربعيهما 30. أنا ما بدي تحل لي النظام، بدي تقول لي مين المعادلات اللي يعبرن عن هاي المسألة. شو يعني عددان مجموعهما 15؟ لو بدي أكتبهم كيف بكتبهم؟ س زائد ص يساوي 15. 15 زي ما احنا فاهمين. تطلعوش على الاجابات، لا تطلع على الاجابات. تمام. الفرق بين مربعيهما 30 ايش يعني؟ يعني لازم يكون س تربيع ناقص ص تربيع عشان اربحهم. ايوه الفرق الفرق ناقص ناقص تربيع يساوي 30. ايش مين من هاي الأنظمة اللي موجودة هون بتمثل هذا النظام؟ باء. إذا باء اللي صح. يعني الشغلة يا جماعة صارت إنك أنت لازم تحل عشان تطلع عشان تعرف، هي مش تحذير. يلا هذه نفسها مكررة. يلا عدد الدوائر التي يمكن رسمه بحيث تمر بثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. عندي ثلاث نقاط ليست على استقامة واحدة. كم دائرة بقدر أرسم تمر بهذه النقاط الثلاث؟ إذا بكون عندك نقطة تقدر الأفاي للدوائر. هاي نقطة هاي نقطة. كم دائرة بقدر أرسم؟ دائرة واحدة. ممتاز. طب وإذا نقطتين؟ وإذا نقطتين؟ عدد ما له نهاية. يلا هاي أنت أبطال فيها، هاي سهل يقول. نعم. الزاوية اللي قدامك شو اسمها؟ زاوية إيش؟ محيطية ولا مماسية ولا مركزية ولا قطرية؟ قطرية. في في الكتاب ايش اسمه زاوية قطرية؟ روح افتح الكتاب تقول. لا ما في. اصح من قطرية. ايش زاوية في الكتاب اسمه قطرية؟ ما درسناها زاوية قطرية. روح افتح كتابك ودوروا على ايش اسمه زاوية قطرية. ما بس لما يكون قياس الزاوية كلها 180 بتعطينا زاوية قطرية. قطرية. لا الله يعافيك. روح ارجع لكتابك، ايش شيء اسمه زاوية قطرية أصلاً. بس الأصح من قطرية. في زاوية محيطية، زاوية مركزية، زاوية مماسية بس.
القطرية هاي تتويه. تمويه تمويه. أحمد أحمد في أحمد عنده جوجرة. هاي تمويه. قطرية تمويه. قطرية تمويه مركزية مش قطرية. مش مرآة مركزية. شوف مركزية يا شوف. اللي عفوا اللي رأسها مركز الدائرة. وبالعاها وبالعاها. أنصاف أقطار. مش مهم شو قياسها. قياسها 180 درجة، قياسها 70 درجة، قياسها 60 درجة، يسمى زاوية مركزية. نعيد. هسه بدي أرسل لكم دائرة أنا. هاي دائرة. وهاي مركز الدائرة. كويس؟ بدي أرسم زاوية، بدي تقولي لي شو نوع هاي الزاوية. شو نوعها هاي؟ مركزية. هاي مركزية. 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 سؤال، إيش الزاوية المركزية؟ إيش هي الزاوية المركزية؟ يا جماعة في واحد عنده جوجرة مايكو. شباب، لو سمحتوا، خلوا مايكاتكم مقفلة ما عدا اللي بيحكي. هيك وضح الصوت. ما هي الزاوية المركزية؟ مين يعرف لي شو هي الزاوية المركزية؟ كيف أعرف إنها زاوية مركزية ولا مش مركزية؟ هي زاوية. بتكون مرسومة على نفس القوس. لا. لا لا احكي كويس، أنا هيك ما فهمت. الزاوية. الزاوية تكون على المحور. اللي. رأس مثلثها على المركز. اللي هي رأسها أو رأس الزاوية، مركز الدائرة. وضلعها أنصاف أخطار. وضلعها إيش؟ أنصاف أخطار. طيب اطلعوا لي على هاي الزاوية، هاي زاوية مخادعة شوي. هاي مركز. حلو هيك؟ هيك. وسميتها ميم دال ها. هل هاي الزاوية مركزية؟ لا. لا. هاي لا. مركزية؟ لا, لا لانه لا. احنا قلنا بالتعريف انه انصاف اقطار المفروض تكون داز. ولو انه راسها مركز الدائرة واحد اضلاعها نصف قطر، الا انه الضلع الثاني ليس نصف قطر. اذا مش مركز تكون انصاف اقطار. لو مديناها لو مديناها على استقامة بصير اسمها مركزية. طب مين المفهوم الثاني اللي اخذتوه مش بهي الزاوية المركزية؟ الزاوية المحيطية. ايوه شو هي الزاوية المحيطية؟ هي الزاوية التي يقع رأسها على محيط الدائرة وضلعان يحتويان على محيط الدائرة. اسمع اقول على الدائرة، رد علي. هي الزاوية التي يقع رأسها على الدائرة ايوه وضلعها يحتويان على وتران في الدائرة. برافو عليك، يعني اضلاعها بيكون اوتار. صح زي هيك. هذه محيطية وهاي محيطية. هاي اللي بدي ارسمها هون هاي اللي هيك محيطية. هاي رقم اثنين. زاوية رقم اثنين هاي زاوية محيطية. أكيد. رأسها على الدائرة. وضلعها أوتار. دير بالك القطرية هاي مخادعة، ما فيش اسمه عندنا زوايا قطرية. ارجعوا للكتاب، ما في عندنا زوايا قطرية. يلا الآن نرد نعيد على حل أنظمة المعادلات. من كل واحد نوع. مين يحل معي هذا السؤال؟ وانا بنحذف السين. لحظة اعطيني استاذي استاذي، انا مش بدي بس تحل، انا بدي تقول لي الطريقة كيف افكر في السؤال. بنراجع قاعدين. من رقم المعادلات اول شيء. من رقم المعادلات، برافو عليك. ايوه هيك بدي اسمع منك هيك. رقم واحد. رقم اثنين. رقم ثلاث. ناخذ اي معادلتين. مين بدك توصل؟ احكي لي. ناخذ اي معادلتين عشان نعرف مين. احكي لي مين اي معادلتين؟ الثاني والثالث. بدك تاخذ الثاني والثالث. صح. والمرة الثانية ونحذف سين ونحذف صاد. دقيقة خليك معي. أخذت أول مرة بدك تاخذ اثنين مع ثلاث، المرة الثانية مين مع مين بدك تاخذ؟ الأولى مع الثالثة. الأولى مع الثالثة، بصير؟ بصير الثاني بصير الاولى مع الثانيه. بصير. بصير.
اه بصير اتفقنا على هذول هسه صح. يلا مين يكمل معي؟ بدنا ناخذ الثاني مع الثالثه. هنا جهزات جهزات شو بدكم تحذفوا؟ الصاد صاد. لو جمعناها الثاني والثالث بتلاقي السين والصاد شمالهن. روحي نروح مع بعض عكس الاشاره. معلش نرجع نعيد الكتابه. نعيد الكتابه نحذف اثنين سين وبرضه اثنين صاد. بس خلينا نجمع هذا صفر راح اثنين سين مع اثنين سين هون صفر اثنين صاد مع الاثنين صاد. طيب وثلاثة عين ناقص عين قديش؟ اثنين عين تساوي أربعة أربعة هذا يساوي اثنين. لو سمحتوا لو سمحتوا لا تشوشروا على بعض. لما يكون واحد يحكي الباقي يسكت. مش سباق. أحمد اللي بحكي اسمه هو اللي يحكي. أحمد نعم. يلا سوي لي واحد مع اثنين. واحد مع ثلاث آسف. واحد مع ثلاث بنزل معادلتين. يلا خلنا نكتب. هاي اثنين سين ناقص اثنين صاد ناقص عين يساوي سالب 16. شو بدك تسوي فيهن؟ قول لي شو تسوي فيهن. هسا بضرب باثنين المعادله الاولى. لا 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 بضرب عليك. في شيء اسهل لازم تسويه. في شيء ضروري لازم تسويه. بنشطب عين. ايش؟ ايوه برافو. مين اللي حكى بنشطب عين؟ ليث. يا ليث. ليث ايش عين طلعناه هون يا ليث؟ ليش ما نعوضها؟ لانه طلعناها بالمعدل الاولى. مش عين طلعناها عوضها. تمام. يعني هاي بدل عين بدي احط اثنين وبدل عين بدي احط اثنين. مش طلعناها وخلصنا؟ هي من جد أول مالك علي هسه. عيد كتابة المعادلتين وودي اثنين للطرف الثاني. كيف يعني؟ يعني بكذا سين زائد صاد يساوي سالب واحد. اثنين ناخذ اثنين صاد يساوي سالب 14. شو رايك؟ كيف هاي؟ كيف هاي؟ مش عين اثنين؟ عين طلعناها من هون طلعت اثنين. صح. كانت هون في مكتوبة عين في المعادلة. كان عين هون وكان في عين هون. رحت بدلتهم بدل عين حطيت اثنين. طيب مش اثنين هاي بقدر نقولها على الطرف الثاني لأنها عدد. صح. سالب اثنين بقدر نقولها للطرف الثاني لأنها عدد. صح. صفة المعادلة سالب واحد صفة سين وصاد بس. يلا شو بدنا نحذف؟ نحذف صاد بس نضرب باثنين. يلا خلنا نضرب على نفس الخطوه. هون هاي راح تضرب باثنين وهون باثنين وهون باثنين. صح هيك. صح ونجمع بتطلع 24. ايوه احكي كمل اللي قاعد بيجاوب. يلا يساوي سالب 16. يعني سين قديش؟ سين سالب 4 سالب 4 هيك. خاف الله خلصنا. هاي طلعنا شيء طلعنا سالب 4. بنعوض بالمعادله الاولى. نعوض صح. سالب 4 زائد صاد زائد 2 يساوي 1. صح. وبنحلها بدنا نحلها. طيب هسه بدي حدا يشتغل معي بنظام مكون من معادله تربيعيه ومعادله خطيه. انا بحلها. انا بشتغل معك. انا بحلها. شو اسوي؟ احكي لي يلا. مثل المعادلة. لحظة. شباب ليش تحكوا مع بعض؟ واحد يحكي الباقي يسكت. انا في عندي طريقة اسهل من هيك. تعرف شو هي؟ ميوت اول. شل الماوس. ها هسا كلكم صامت عندكم. هسا اللي انا بفتح له المايك هو اللي بيحكي عشان قاعد بصير دوشة.
اللي بده يحكي يرفع ايده، في اداة لرفع الايد. اول واحد برفع ايده بفتح له المايك. مين اللي داخل بالايفون؟ هذا اللي رفع ايده، ليث. يلا يا ليث تفضل. دقيقة شوي. ليث فتحت لك المايك. حسا من عوض صاد موضع القانون بالمعادلة التربيعية. لا 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 مش هيك ليث، احكي معي شو شوي. لما يكون معانا معادلة تربيعية ومعادلة خطية، أول شيء وين بتطلع؟ على المعادلة الخطية. أيوة هيك بدي إياك تحكي لي. أول ما بتطلع على المعادلة الخطية شو بعمل فيها؟ هسا هون صاد موضع القانون. ممتاز. لو ما كانت، لو ما كانت يعني افرض كانت يا صاد يا سين موضع القانون. يا سلام عليك. أيوة هذا اللي بدي أسمعه أنا. إنه إذا كانت المعادلة الخطية، إذا أول ما بروح عيني وين على الخطية؟ تمام. بجعل احد المتغيرات موضوع القانون، اذا واحد منهم موجود موضوع القانون خير اخر. هون جاهز. كمل. هون بنعوض صاد بالمعادله التربيعيه. مكان صاد في المعادله التربيعيه بنحط 3 ناقص سين. نقلني شو اكتب. سين تربيع زائد 3 ناقص سين الكل تربيع يساوي 3. الله يعطيك ألف عافية. هسه بدنا نغير الدور، هذا غيرك يحكي. تمام. الله يعطيك العافية. خلي ماكك مفتوح، مش راح أسكر عليك. مين بده يحكي يا جماعة؟ مين بده يكمل معاي؟ في أداة رفع إيد، ارفع إيدك بفتح لك المايك. يلا. عند البارتيسيبانتس، عند الصورة اللي فيها أشخاص. أيوة أشرف، أشرف يا أشرف، هاي أشرف فتحت لك المايك. يلا احكي يا أشرف. تفضل. حس تذكر احنا نحل بين القوسين معادلة تربيعية. أيوة احكي لي كيف تفكها. اللي بتطلع الأول تربيع. لحظة شوي خلنا نكتبها على جنب هون عشان نعرف كيف نفكها. يلا قول لي واحدة واحدة. الأول تربيع شو أكتب؟ أول تربيع شو أكتب؟ تسعة. تسعة. أيوة. ثلاث تربيع تسعة زائد. زائد ولا ناقص؟ زائد. طيب زائد إيه؟ الأول بالثاني. اثنين الأول بالثاني. أول في الثاني. اثنين في الأول في الثاني بتطلع 6 سين تربيع. 6 سين سالب 6 سين. فعشان هيك في زائد، هاي بحطها ناقص 6 سين. عارف ليش؟ نعيد يا اشرف. 2 في 3 6. 6 ضرب سالب سين سالب 6 سالب 6 سين. يلا اخر شيء. الثاني تربيع. تربيع زائد سين تربيع. ممتاز. حلوه هاي. يلا عشان اقلل بنحط في سين تربيع ثنتين، بنحط اثنين سين تربيع. لا لا واحدة واحدة معلش، بعدين بنجمع. السين تربيع نزلناها زائد بدل القوسة بدي اكتب. بدل القوسة شو بدي اكتب؟ بدي اكتب هاي المسألة. يلا احكي نقلني. تسعة ناقص ست سين زائد سين تربيع يساوي ثلاث. ثلاث كامل. اكتب العبارة كلها. الله يعطيك العافية لي. يلا حدا غيرك هسا. مين بدي يحكي؟ مين يكمل؟ شباب اللي بده يكمل يرفع ايده. بستنى. ايوه هاي اللي معاه الايفون. مين هو اللي معاه الايفون؟ انا. شو اسمك؟ عبد الرحمن. يا عبد الرحمن يلا كمل لي يا عبد الرحمن. اول شيء هسه بدنا نقول الثلاثه للجهه الثانيه بصير صفر موضوع القانون يعني. بتخلي الثلاث هون. شو رايك نضربها ضربه واحده؟ ممتاز انا معاك. انا يعني هون بدها تصير تساوي صفر لانك بدك تنقل الثلاث فبصير ناقص ثلاث.
نعم. طيب سين تربيع بدك تجمعها مع مين؟ مع سين تربيع الثاني بتصير 2 سين تربيع. برافو. خلينا نكتبها مرتب إجازي. يلا كمل. زائد 11. ليش 11؟ من جبت 11؟ اللي هي الثلاثة زائد التسعة. لا هي 9 ناقص 3. هي مو صح صح صح. ناقص 3. أنا ما نسيت أقول لك. قبل هاي. اكتب السين يا سيدي عبد الرحمن. ناقص السين اكتبها، رتب العبارة. أول شيء سين تربيع، بعدين سين، بعدين الحد المطلق اللي هو العدد. قديش العدد بده يكون؟ 6 زائد 6 يساوي 0. هسا بدي كلها أقسمها على 2. ممتاز. شو بتصير لما تقسم على 2؟ يلا هون نقسم على 2، هون نقسم على 2، هون نقسم على 2. شو بتصير؟ سين تربيع. لحظة شوي خليني أكتب وراك. سين تربيع ناقص 3 سين. 6 على 2 3. ناقص 3 سين انتبهوا للإشارات. زائد 3 يساوي 0. يعطيك العافية. نفتح قوسين. لحظة لا بدي حدا غيرك هسا. خلاص الله يعطيك العافية عبد الرحمن ممتاز. بدي حدا غيرك. يلا مين شباب؟ مين بده يحكي؟ عبد الله، أحمد، أنس، أشرف. ها مين حابب يحكي؟ مين يعرف يكمل؟ رجع لك عبد الرحمن. أو هاي في ثلاث رافعين يديهم. هاي أشرف. هسه نفتح قوسين. أها كمل. بنشوف عددين مجموعهم 3 وضربهم 3. يلا مين هم هذول؟ ما في عددين. طب شو نعمل؟ حل فاي. المعادله مجموعه الحل فاي هيك عطول. انت بدك تحاول تفتح قوسين زي هيك وتحاول تحللها، فبتقول السين تربيع بتيجي من سين في ننزل سين بتيجي 3 في 1 صح. احكي يا محمد. وين محمد؟ دقيقة خلنا أفتح لمحمد المايك عشان يحكي. قلت لي ما زبطتش. مزبوط كلامك محمد. هاي محمد قلت لي ما زبطتش. بس أنت مش إذا ما زبطتش مش معناته على طول لا يوجد حل. مين يقول شو لازم نعمل؟ ثلاثة بواحد سين بسين. نحط قوسين، نحط سين بسين. أنا سوينا هيك. ثلاثة سالب ثلاثة. ثلاثة واحد. سين. سالب سالب. هيك لازم تتحلل حسب القواعد. بس الوسطاني بيطلع سالب 4. لد عليها. طب غلط التحليل معناته هذا. ما تحللش هيك. هذا غلط هذا اللي سويناه. منبدلها. إيش نبدل؟ من ليش تبدل الثلاثة بالواحد يعني مثلا؟ لا 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 بصير ثلاثة. فهمت عليك فهمت عليك. بس ما بتغير اشي. بتعرف ليش؟ لانه نفس الاشارة ونفس السين ما راح يتغير اشي. لما تصير معكم موقف زي هيك وما يزبطش معاك بتروح على القانون العام، تجيب المميز اللي هو غا تربيع ناقص 4000 جيم. غالبا في الامتحان انا متاكد المس ما راح اجيب الكوش زي هيك. لكن احنا بشكل عام يعني لما بجينا معادله تربيعيه ونحاول نحللها بالطريقه اللي سويناها قبل شوي وما زبطت معنا شو بنعمل؟ نروح على القانون العام. القانون العام هو با تربيع اللي هو معامل سين تربيع اللي هو 9 ناقص 4 في 1 في 3 بتطلع 9 ناقص 12 ويساوي سالب. إذا طلع المميز سالب لا يوجد حل. إذا هذا النظام لا يوجد له حل. إذا طلع له حل بنكمل مع الحل. طبعا لغايات الاختبارات عادة بنجيب أسئلة ما فيها مميز وإشياء حتى ما تتعبكم المسألة. يعني بيطلع لها حلول وبعدين بترجع شو بتسوي؟ بتعوض الحلول هاي وين؟ في السين والصاد الأصليات اللي أنت طلعتهم.
طيب هذا السؤال مين يشتغلوا معاي؟ هذا في زيه في الكتاب. تفضل ايفون عبد الرحمن. تفضل يا عبد الرحمن. اول اشي هسه انا بدي اعمله انه هان في عندي غلط في المسألة، في صاد مش سين. وين؟ في المعادلة التربيعية الثانية. ليش غلط؟ في صاد عندك، في كمان صاد مش سين. لا بديها هيك. انا بديها هيك صح. السؤال ما في ولا غلطة، حلها على اللي موجود، ما فيش غلط. السؤال المعادلة الثانية فيها بس سين، المعادلة الأولى فيها سين وصاد. وهي مرة جيت عندكم زيارة على الصف وحلينا واحدة زيها. يلا يا محمد فتح لك المايك. محمد المعادلة الثانية من حللها بنعمل قوسين. ايوه برافو عليك. سين وسين. لا انقل الستة اول انقل الستة خليها صفرية. نجيب الستة على الطرف الثاني عشان تصير صفر. نفتح قوسين. ايوه هسه بنفتح قوسين، يعني بنحل المعادله الثانيه اللي فيها متغير واحد وطلع قيمه س. يلا نقلني. صحيح. سين ثلاثة واثنين. تأكد كيف تتأكد انه حلنا صح؟ هسه بنمسك لو ضربنا هاي في هاي بيطلع سالب ستة وهيك اثنين س مظبوط حلنا صح. سين ناقص ثلاث تساوي صفر. سين ناقص ثلاث أو نحط زائد ثلاث. زائد ثلاث سين تساوي ثلاث. إذن هون سين تساوي ثلاث. هذا حل من الحلول، لسه هذا جزء من الحل. وهون سين تساوي ناقص ثلاث ناقص اثنين. اللي عنده هون أنت ممتاز. سين تساوي ناقص اثنين. كمل بدنا صاد منعوضها. نأخذ الثلاث هاي وبنرجع للمعادلة. نعوض الثلاثة بالمعادلة الأولى. يلا احكي. ثلاثة تربيع، ثلاثة تربيع زائد صاد تربيع تساوي تسعة. كمل. ناقص تسعة ناقص تسعة إنه ثلاثة تربيع تساوي تسعة. تساوي. برافو عليك. صاد تربيع شو بتساوي؟ تسعة. صفر. 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 آخر شيء. تسعة يا زلمة. تسعة وناقص تسعة صفر. صارت صاد شو بتساوي؟ بتساوي صفر. إذا النقطة الأولى للحل اللي هي ثلاث وصفر، هاي نقطة. كمل. هلا بنعوض سالب اثنين بالمعادلة الأولى كمان مرة. عد عوض، هاي سالب اثنين في المعادلة الأولى وفيها تربيع حطينا تربيع. احسب. تصير هذيك أربعة، أربعة زائد صاد تربيع يساوي تسعة. كمل. ناقص أربعة ناقص أربعة. برافو. صاد تربيع تساوي خمسة. خمسة. جذر الخمسة بتطلع. صاد تساوي زائد أو ناقص جذر الخمسة. مش جذر خمسة، زائد أو ناقص جذر خمسة. كم حل صار عندي هون يا سيدي؟ علين. صار ثلاث. إيه. حل الأولاني. ثلاث وصفر. هذا الحل الأولاني. الحل الثاني سالب اثنين وجذر خمسة. والحل الثالث اثنين وجذر خمسة. مشاركة موجب أو سالب. واحدة سالب واحدة موجب. ثلاث. هيك. صار عندي ثلاث حلول. سالب اثنين وجذر خمسة، سالب اثنين وسالب جذر خمسة. هاي ثلاث حلول. ممتاز. توقع حل المعادلات سهل. يعني ما فيهوش شيء كبير. يلا نروح على الهندسة. هاي بس عشان تكون واضح عندكم هاي 160 درجة مش 16. في الشكل المجاور دائرة مركزها ميم، هذا مركز. قياس الزاوية ألف ميم جي 160 درجة. جبت قياس الزاوية با دال جي مع ذكر السبب. أيوة مين آيفون لحظة شوي
ليش بتسكره تلفونك؟ ما تسكره، افتحه، أنا مش مسكر عليك الصوت. ماشي تمام. يلا. هسا أول إشي معطينا في الشكل المجاور دائرة مركزها ميم، يعني مركز الدائرة ميم في نص الدائرة. إذا كان قياس الزاوية ألف ميم جيم 160 اللي هي ألف ميم جيم، دائما بيكون القياس لما يعطينا اسم بالنص. جد قياس الزاوية ب دال جيم مع ذكر السبب. هسا إحنا حكينا في الدرس الأول اللي هو الدرس الثاني حكينا الزوايا المحيطية والزوايا المركزية، وقلنا الزوايا المركزية ضعف الزوايا المحيطية إذا كانوا على نفس القوس. برافو عليك. وهو هنا بده قياس بده قياس دال، وهو معطينا ميم 160 ونص ال 160 راح يعطينا 80. اذا قياس الزاويه ليه؟ دال 80. انا هون بنويم يا عبد الرحمن، انا وياك بنختلف هون. اقول لك ليش. الزاويه اللي قياسها 160 اللي هي الف ميم جيم، هاي قوسها، قوسها بالدرس مو بالاحمر، انا اللي هو القوس الف جيم الصغير هذا، شايفه معايا احمد عبد الرحمن ولا مش معايا؟ شايف ولا شايف؟ هيا درسوها بالاحمر الزاويه. والمحيطيه رسمتها بالازرق. هل هذول الزاويتين مشتركات بنفس القوس؟ لا. الجواب لا. اذا غلط، اذا غلط تحكي لي انه الزاويه دار راح تكون نص ال 160. كلامك بصير صح لو كانن على نفس القوس. في عندي محمد رافع ايده، بس انا خلينا نشوف محمد. رد فكر فيها، رد فكر فيها. الزاويه جيم ميم باء لازم نوجد قياسها مشان نوجد قياس جيم دال باء، فانه قياس الزاويه هاي 180. خلينا نغير لونها، انت بدك تطلع الخضره هاي صح؟ تطلع 20. شو عرفك انه 20؟ برافو عليك، انه قياس الزاويه المستقيم 180 وهذيك 160 في الباقي. اذا خليني اكتب اللي حكيته، قياس زاويه جيم ميم باء يساوي 20 درجة، السبب التجاور. طلع بدي احكي نفس الحكي اللي حكيته انت. على مستقيم، مش هذا مستقيم، هذا قطر، وهذول متجاورتين على المستقيم، اذا مجموعهم 180، اذا هي راح تكون 20. برافو عليك. وزي ما حكى عبد الرحمن انه بكون ضعفها، فجيم دال باء بتكون ألين. لحظة، مين اللي ضعف مين؟ هذيك جيم ميم باء تكون ضعف جيم دال باء. ضعف بالضبط. اذا قياس زاويه جيم ميم باء يساوي 2 ضرب قياس زاويه جيم دال باء، يعني المركزيه ضعف المحيطيه. اذا احنا بدنا المحيطيه. طيب قديش؟ 10. برافو عليك، 10. مين اللي حكى 10؟ معرفش، واحد اللي حكى 10 صح. اذا هاي 10 ليش؟ لان الثنتين مشتركات بالقوس، هي القوس المحيطيه والمركزيه مشتركات بنفس القوس، وبتكون المحيطيه نص قياسها نص قياس المركزيه. خلص نحل السؤال. يلا هات نشوف مين يسوي معي هذا السؤال. شباب هاي مين هذا؟ قيس. يلا يا قيس. فتحت لهم المايكات، انا ما سكرت عليهم المايكات، فبتقدر تفتحه انت لحالك. ماشي اشرف. يلا مين بده يشارك؟ هاي سجلت أشرف. هاي أشرف، فتحت لها أشرف. يلا تفضل أشرف. قياس الزاوية ألف ميم باء 60، وهي الزاوية مركزية. أيوة ممتاز، هي زاوية مركزية. حلو. قياس الزاوية ألف جيم باء بيطلع الزاوية المركزية. دقيقة، وين جيم؟ أنا مش شايف جيم. ألف جيم أظن هاي جيم الفوق. ألف جيم باء اللي هي سين، يعني هي مكتوبة هون سين. سين صاد سين. لا اسم اسمها سين، الزاوية سين هيك بدنا نحكي بس. سين. قديش قياس الزاوية سين؟
مجهول. بيطلع قياس زاوية سين 30. أو سين تساوي 30. برافو صح. زاوية سين أو قياس زاوية سين يساوي 30 درجة. 30. سبب. أحكي لي السبب. السبب لأنه الزاوية ألف ميم باء زاوية مركزية والزاوية المركزية تساوي 2 الزاوية المحطية. حلو. يعني الزاوية سين محطية. المركزية نختصر ضعف المحيطية بس هيك اختصار. نفس اللي حكيته أنت صح. طيب كمل معي قياس الزاوية ميم باء ألف ميم. ميم باء. باء. المثلث. اللي هي صادق نهائي. قديش؟ جميع زوايا المثلث تساوي 180. في منهم 60 يضل 60 و60 قياس زاوية 60 تساوي. لا 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 هيك انا اشوف هي 60 درجة انا معك بس عشان متوازي الزاويين انا صفق طار. ايوه برافو عليك. هل هذا طوله قد طول هذا فصار المثلث متساوي الساقين متطابق الضلعين. اذا بدها تكون الزاوية هذه زائد الزاوية صاد تساوي مثلا لام قياس زاوية لام زائد قياس زاوية صاد لازم يكون 120 درجة وقياس زاوية لام لازم يساوي قياس زاوية صاد لأنه مثلث مطابق الضلعين فزوايا القاعدة متطابقة. إذا قياس زاوية صاد لحالة شو بده يطلع؟ 60. 120 على 2 بيطلع 60. برافو عليك. يلا ميم ألف جيم. ميم ألف جيم اللي هي عين يعني هاي. قديش قياسها هاي؟ هاي زرقة. إذا قياس زاوية ألف كلها 60 75. أني واحدة قصدك ألف هاي ألف. قصدك هاي كلها 75. يا شاشة عنا صغيرة مش شايفين. هاي 60. شوف هاي إحنا طلعناها 60. أنت قصدك جيم ألف باء. لا مين قصدك؟ إنه قياس باء ألف ميم 60. باء ألف ميم طيب هاي طلعناها قبل شوي. كمل. بفضل من قياس سين 30 صح؟ سين 30. كم بفضل من 30 180؟ برافو عليك. انت قاعد تطلع على المثلث الكبير اللي هو ألف جيم باء هذا متساوي الساقين وهاي الفوقانية 30 ضل 150. قديش؟ 150 ضل. اذا هاي 75 وهاي 75 صح. برافو عليك. اذا قياس زاوية عين يساوي 75 ناقص 60 بضل 15 درجة. اذا عين قياسها 15 درجة صح. هيك طلعناهن كلياتهن. هذا هو الحكي. لا مش صح. طيب هون مش مرسوم الرسمة بجوز احنا نخترع لها رسمين. ألف باء وطر في دائرة مركزها ميم. هاي دائرة ومركزها ميم. قطرة 15 وألف باء وتر فيها. خلنا نعمل هون ألف باء وتر فيها. أنا قاعد برسم لحالي يعني. تخيل السؤال. أستاذ كبر الشاشة عن نزل. أنا الشاشة عندي كبيرة. أنت ليش قاعد على كمبيوتر ولا على موبايل؟ موبايل. موبايل كبر الشاشة. عندي الشاشة ضخمة. أنا ماخذ الشاشة كلها. أوكي. قطرة 15 يعني هيك لو رسمت هيك بكون قطرة 15. القطعة المستقيمة ميم دال تعامد الوتر ألبة. ميم دال نزلنا عمود هيك. وقال إنها بتنصف. طبعاً هو بس قال لي عمود معناته بنصف. معناته هاي قد هاي. يعني ألف دال تساوي دال. بالضبط. ألف دال تساوي دال باء. نظرية. شو النظرية؟ نصف القطر عمودي على اللي هو الوتر صح. ميم دال معطيني اياها قديش؟ 9. على نظرية فيثاغورس. بدي انا اطلع الف باء. اذا انا شو بطلع الف دال بالضبط على نظرية فيثاغورس. مين بده يحكي؟ سالم. سالم بده يحكي. سالم ماشي تفضل يا سالم. سالم راح. عبد الرحمن احكي عن استاذ. هسه هاي بدي احلها على نظريه فيثاغورس. يلا
بحكي الوتر الوتر تربيع الوتر تربيع يساوي اكتب اللي بتحكي الوتر تربيع يساوي الضلع الاول تربيع الضلع الاول خمسين رقم واحد تربيع زائد الضلع الثاني تربيع ممتاز يلا مين الوتر معي الوتر 15 15 تربيع هسه برافو عليك اللي هو المقابل للقائمه دائما الوتر هو الضلع المقابل للقائمه صح مين الضلع الاول الف دال ولا دال ميم الف دال اللي بدي اياه بفرقش اللي بدك اياه الف دال اذا صار 9 تربيع زائد الف دال تربيع هسه 125 225 81 ناقص 81 ناقص 81 بالضبط قديش 144 144 يساوي الجذر طب هون ليش ما حطيت زائد او ناقص قبل شوي صاحبك وسواق قلت له حط زائد او ناقص هون ليش ما حطش الا زائد بس لانه هنا ما عندنا الجذر لانه طول طول لانه طول ولا هو الاصل لو بدي احل هاي المعادله لازم احط زائد او ناقص لانه الطول ما في طول بالصيف لانه الطول مش طول سالب صح هسا احنا شو اللي طلعنا 12 الف دال 12 الف دال كلها 12 اذا دال بقى قديش 12 14 دال بقى كلها قديش 24 24 24 انتهى السؤال يعطيك العافيه تمنياتي لكم بالنجاح معلمة المادة دعاء الفيام في حد عنده سؤال؟ لا استاذ ادرسوا على هاي الأفكار يعني احنا يعني الامتحان مش راح يخرج عن اللي بنحكيه بعدين هذا كمان شوي ان شاء الله بودي لأستاذ جعفر الـ الـ الفيديو سجلناه ترى كله اللي سويناه سجلناه عشان لحد فاته اشي يقدر يراجع معاكم بكرة وتراجعوا على مهلكم وتحلوا تدريبات مشابهة حلو الكلام حلو نفتح المايك للكل عشان ما حد يقول لي انت سكرت علي هاي انا ميوت في حد عنده سؤال في حد حاب يستفسر عن اشي الف دال بتطلع 12 الف دال طلعت 12 نعم انت مش شايف كنك استاذ مين اللي حكى دكتور مفيد ايوه سيدي هلا بدي هاي اللي طلعت اللي لا يوجد حل للمعادله واللي طلعت واللي في ناس بتقول لك اربع حلول رد عدلهم اياها لانه يمكن صار لبس بالموضوع اني واحده اضع دائره يا سيدي اضع دائره ونرجع عليها لو نرجع على اللي ملهاش حلول هاي لانه النظام لما يكون فيه معادلات تربيعيه ايوه عندك هون هاي خليني اخذ النظام على صفحه جديده شو رايك هاي لانه عندك هم فاهمينها بطريقه اخرى لا شوف انا ما بقدر اعمم على نظام في معادلات تربيعيه بيطلع اربع حلول او ثلاث حلول او حلين الا لا ارسمه لا حطيني اياه يا اما برسم ايش بحل بجرب مش هذا النظام تاعنا يا جماعة؟ عبد الرحمن؟ نعم هاي اللي موجودة. عيد معاي الحل عشان نعيد عليه. بدي أحل بالحذف هان عندك. أحل اللي بالحذف. أول إشي بدي أنا أضرب. بدي أضرب سين التربيع بسالب اثنين. المسألة الأولى. تضرب المعادلة الأولى بسالب اثنين. سالب تربيع. دعيت كتابتها سالب أربعة سين تربيع ونضربها بسالب اثنين. هون بدنا زائد ستة تربيع زائد ستة صاد. زائد ستة صاد تربيع. يساوي سالب أربعين. سالب أربعين. تأكد المعادلة الثانية تربيع لا تعديل 19 الآن بالجمع نجمع المعادلتين يلا اجمع
قاس تربيع يساوي سالب 21. صح يا عبد الرحمن؟ صح. قاس تربيع شو بتساوي؟ سالب 21 على 11. طيب عدد لما نربعه بيطلع سالب جوابه، في عدد لما نربعه بيطلع سالب جوابه؟ لا يوجد حل. طيب خلينا نتأكد بطريقة ثانية. في الطريقة الثانية الرسم انه المعادلات هذه المعادلات، وانا علمتكم اياها حتى ومريت عليكم وقلت لكم عليها، انه انت ارسم على الجوجبرا، ارسم النظام، اذا تقاطعوا في حل، واذا ما تقاطعوا فيش حل، ما في حل. فبنتأكد هل هذا النظام بتقاطعه ولا ما بتقاطعه. شغلات من المعادلات اللي هي اثنين، هاي قدامي اثنين سين تربيع ناقص ثلاثة صاد تربيع، واحد يحفظنا ما تربيع ناقص ثلاثة صاد تربيع. حفظنا عبد الرحمن سين تربيع اثنين سين تربيع ناقص ثلاثة صاد تربيع ناقص ثلاثة صاد تربيع يساوي قديش؟ 19 يساوي 20. خربطوناش 20. هذا اسمه قطع زائد. والمعادلة الثانية لاحظوا شوي بس خلينا نتأكد إن قلناها صح يا جماعة. هاي 4 سين تربيع زائد 5 صاد تربيع يساوي 19. هلكوا حافظينها، نقلني إياها مرة ثانية. 4 سين تربيع زائد 5 صاد تربيع 5 واي تربيع يساوي 19. أيوة يساوي 19. 19 ولا 20؟ 19. 19. شو طلعت؟ طلعت دائرة. بس الدائرة تقاطعت مع القطع الناقص؟ لا ما تقاطعت، معناته فعلا ما له حل. ترى لو ألعب بس بإشي بسيط، شايف هاي العشرين؟ أخليها مثلا 60. بس خلينا كم حلك صار؟ 4. إلى حل. إلى حل. هيك صار لها 4 حلول مش حل، 4 حلول. إذا القاعدة مش إنه أنا إذا المعادلة تربيعية مع معادلة تربيعية بطلع 4 حلول دائما، مش بالضرورة يطلع ولا حل. يجوز يطلع ولا حل. طب أنا بدي أداكم تحدي على نفس هذا النظام، طلعوا لي بس حلين ولا بزبطش. يعني نظام شبيه بهذا ويطلع بس حلين، بتقدروا تسووا لي إياه إنه يطلع حلين؟ شيء 60 حط 50. لا ما بقدر. ما بقدر. يلا إذا واحد فيكم ذكي بيجيب لي حلين. شو هو؟ ممكن نخلي 60 40. طلع طيب خليها 40، انا بدي ارد عليك. هي مش تجريب. بس حلوه يعني، حركتك حلوه والله. انك ممتاز. بس كيف طلعت؟ كيف زبطت معك؟ قل لي كيف زبطت معك. حزيره. لا مش حزيره، اقول لك كيف. مو هذه دائره، لو جبت نصف قطرها على راس القطع، شايف انت كم اجت نصف القطر؟ وين اجى؟ اجى راس القطر، قطع بس بالراسين بس. فاذا هذا النظام ممكن يطلع له ولا حل، يمكن يطلع له 4 حلول، يمكن يطلع له حلين، لكن 3 حلول مش ممكن. 3 حلول؟ 3 حلول مش ممكن، يعني ما في شيء اسمه 3 حلول هون. يا 4 حلول يا حلين يا إما ولا حل. بلا دكتور ارجع لي على السؤال، شو الخيارات اللي أو شو البدائل كانت موجودة؟ البدائل كان في حلين، حل ثلاثة حلول، في واحدة مش واضحة. هيها وفي 4 حلول، هاي مقصدها 4. أربعة. لا هو دكتور خلينا نحكي أنهم ما يعتمدوا على التربيع اللي على المعادلة. أنا هذا اللي قلته،
بقول لهم انه لما تشوف نظام تربيعي زي هيك مع نظام تربيعي ليس بالضروره انه يطلع له اربع حلول. مزبوط. ممكن يطلع له اربع، ممكن يطلع له حلين، يمكن ولا حل. صحيح. بيعتمد على ايش؟ هون ولا حل. بيعتمد على القيم اللي موجوده. شوف لما غيرنا ال 19 صار في اربع حلول. لما غيرناها وحطيناها 40 صار في حلين. إذا ما بقدر أجاوب مباشرة بس من مجرد ما أشوف النظام أجاوب. مزبوط. لازم أجرب بالحذف أو بالتعويض حسب ما درسته، بعدين أشوف مين راح يطلع حل. طبعا لو معاي أداة راسمة زي هاي أوه بسرعة بطلع الجواب. صح. بس بدون ما أقعد أجرب ولا أقعد أحل ولا أعوض ولا إشي. دكتور برضو على انزل لها سؤال الضع دائره فهمهم انه فيش زاويه قطريه. هاي اذا بتذكر انا وياك اقترحناها. آه من عارفه اقترحناها من عندنا. اقترحناها احنا من عندنا. هاي قطريه ما فيش شيء اسمه زاويه قطريه. ارجع لكتابك. فيش شيء اسمه زاويه قطريه. يعني مش الزاويه اذا رسمت على قطر الدائره بسموها زاويه قطريه. بس الاصح انها قطريه. مش قطري خطأ. إحنا هاي اخترعناها دكتور مفيد. هاي اخترعناها إحنا من عندنا. مشان نموهكم فعلا صدناكم فيها. أجت مظبوط. محمد رافع إيده. المس جاوبتها على الورقة قطرية. لا المس بالخطأ 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 جاوبتها. هي قصدها مركزية المس. مركزية. مركزية. ما كانت مركزية بس هي مركزية. بالضبط. وبعرف انه ويمكن هذيك كانت اربع حلول بس خطا. هي لا يوجد حل. لا يوجد. انتبهوا حل. لا يوجد حل. مخادعه. ترى هاي الاسئله مخادعه. ليش مخادعه؟ لانه انت الايحاء الاولاني بدل انه في اربع حلول. مزبوط. لكن انا ما بقدر اقول انه صح هذا الحكي الا ما جرب. صحيح. شو طلع لي؟ طلع فيش ولا حل. اللي غيرنا القيم اللي هون شو اللي كانت 19 صح؟ لو حطيناها 19 رجعناها زي ما كانت شوف طلع كيف؟ طلع ما في حلول. لأنه الدائرة مش واصل لعند القطع الزائد. صح. خلص. أوكي شباب. إذا حدا عنده أي سؤال يسأل يا شباب. والتسجيلات ان شاء الله راح تنزل لكم كمان شوي باذن الله من هون لنص ساعه او ساعه بالكثير ان شاء الله بتكون نازله عندكم ببعثها للاستاذ جعفر بحط لكم اياها على موقع المدرسه او بحط لكم اياها على الفيسبوك. نعم على الفيسبوك بنزل لكم اياها وحطها على اليوتيوب تاعي عشان اذا حدا بده يفوت على اليوتيوب كمان. انا هاي قناتي على اليوتيوب. طب استاذ تفضل احكي يا حسن. صفحة بالرياضيات على صفحة 93 تمرين مسائل ممكن بس تقول لنا ده؟ أنا مش معي هسه الكتاب. احكي السؤال. احكي حل كل من الأنظمة المعدات الآتية اللي هي السين سين بالحصان. لازم أكون معك. ثواني أنشر الحل هذا الفيديو على هذا القناة اللي بحب يدخل عليها مباشرة. أنا مجرد ما ينتشر تلاقوه موجود هنا وأنا راح أبعثه للأستاذ جعفر مباشرة. طيب. أول ما يصير جاهز ببعث. أتفضل أستاذ إيش النظام اللي بدك إياه؟ اللي هو سين ضرب صاد يساوي 18. لحظة شوي لحظة بس خليني. طيب. سين صاد يساوي 18. أيوة. كمل أستاذ. وين راح الشاب اللي بنقل فيه؟ أنقلك إياه أنا. يلا احكي لي. والله يا حسن. خمسة سين تربيع. خمسة سين تربيع. ناقص اثنين صاد تربيع. أيوة. تساوي 18. طيب. والمعادلة الثانية. ثلاث سين تربيع. ثلاث سين تربيع. مش هاي المعادلة مش هاي اللي بده إياه هو. احكي. ما فيش غيرها بالكتاب. زائد خمس صاد تربيع تساوي 17.
طيب الحذف هاي سهلة هاي مباشرة. خلينا نحذف سطح الفوق. اضرب من تحت في خمسة. من تحت باثنين. فوق في خمسة وتحت باثنين. شو بصير عندك؟ 25 تربيع ناقص 10 صاد تربيع يساوي 548 هاي 90. هون 60 تربيع زائد 10 صاد تربيع يساوي 34. بالجمع ها راح تصير صفر. 31 سين تربيع تساوي هنا 4 وهنا 12 124. إذا سين تربيع تساوي 124 على 21. يعني سين تساوي زائد أو ناقص جذر 124 على 21. أستاذ راح تصير صعب التعويض، يعني لما ترجع تعوض بدك آلي هون عشان تحسبها. صح أستاذ. أو يعني بتغلبك كسور يعني. تفضل. هي المعادلة سين صاد. سين صاد تساوي 18. طيب واحد على سين. أيوة. ناقص واحد على صاد. أيوة. يساوي واحد على ستة. واحد على ستة. طيب ممتاز. بس أنا المعادلة الأولى شايفها هاي. خلي صاد موضوع القانون. ماشي. شو بتصير؟ صاد يساوي 18 سين. ممتاز. نأخذ هاي ونبدلها مكان صاد هون. صح. شو بتصير عندك هون؟ واحد على سين ناقص واحد على محل صاد شو بتكتب؟ 18 على سين يساوي 18. طيب بتعرف بالرياضيات لما يجي واحد على كسر شو بصير فيه؟ بقلبه. صح. يعني واحد تقسيم كأنه هيك 18 على سين، يعني كأنه واحد ضرب سين على 18، يعني سين على 18، يعني هاي بدي امسحها واكتب مكانها سين على 18. شو رايك؟ سين على 18. الآن بدي واحد مقامات. شو بصير عندنا هون؟ خط كسر. طب نضرب المقامين في بعض. 18 سين. سين 18. اكتبها. بعدين تبادلي. 18 ناقص سين تربيع يساوي 1 على 6. ضرب تبادلي. ضرب تبادلي. ضرب تبادلي. تبادلي تربيعية. 6 ب 8 هاي 48 هاي 10 108 ناقص. ناقص. قاعد بضرب بس. تفكر شو بتصير عظيما. هسا نقول التربيع والثمانية. نقدر نقسمها من هسه 18. بصير زي ما بتحب. قسم على 6. قسم على 6 بصير سين تربيع ناقص 3 سين. سين تربيع. 10 على 6 فيها 1 بزيد 4 48 على 6 فيها 8 هون ناقص. حللها. ده سؤال. صح. سين سين. 18. ستة ناقص سائد. بس هسه يا استاذ ما تكون سالب ما تكون ناقص. مش فاهم. يعني اجت لك سين ناقص ثلاث سين يعني ما تكون ناقص وزائد. الحد الاخير ايش صارته؟ الحد الاخير ايش صارته؟ ناقص. ناقص. اذا لازم اشاره واسط تكون مختلفه. الحد الاخير سالب الاشارات داخل الاقواس شو لازم تكون؟ سالب 6 في سين وسين في 3 3 سين. شايف هذول طلعوا معي؟ اجمعهم 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 طلع سالب 3. اذا صح سين لو كنت عاكس سين بتلاقيه بيطلع موجب 3 سين. هيك بتاكد. بضرب الوسطين وبضرب الطرفين. الجواب اللي بيطلع بجمعه. اذا طلع الوسطاني شغلي صح. ما طلع الوسطاني ببدلهم، بغير الاشارات، بلعب فيها. لكن في مرات القيم محدوده، خلص مبين انه مثلا تتحللش. ساعتها بروح على المميز، مش بقول مش حل، بروح على القانون العام. هي هاي دكتور. نعم هي واضحة هاي دكتور، بدهاش شيء. هاي سهلة. بدهاش، بس هو يعني سؤال عام. هم دكتور هم بيعتمدوا إذا كانت إشارة الحد الثابت سالبة معناته قوس سالب وقوس موجب 100%.
هلا في هلا بما انه الحد الوسطاني سالب معناته الكبير سالب 6 في 3 18 اسلم يعني. معلش استاذ جعفر انا بمشيش على هاي القاعده، بتعرف ليش؟ لانك لانك لو غيرت لك معامل سين تربيع حطيته 2 ولا 3 بخربطك. هذا احنا قبل هيك هاي سهل هاي لحل اخر. لو كان في معامل فانا ايش بعمل؟ بعمل طريقه واحده، شو هي؟ اضرب الوسطين واضرب الطرفين اجمعهم، ان طلع الوسطاني شغلك صح، ما طلع الوسطاني شغلك غلط. بدل مظبوط استاذ. عندي سؤال يا عمي، يعني اي سؤال بتجيبه. عندي سؤال استاذ. تفضل. كيف تكون معادلة لما تجيب لك كون معادلة يعني سين زائد صار ما بعرف سوي ايه؟ واحنا كمان معادلة هاي اشوف هذا سؤال كبير، هذا يسأل عن سؤال يعني ضخم جدا، هذا بيعتمد على لفظ السؤال يعني. انا لما بقول عددان مجموعهما يساوي 15 شوف امت سين زائد يساوي 15 بالضبط، شوف بحالك عرفت كيف بسوي. طيب عددان مجموع مربعيهما يساوي 26 سين تربيع زائد صاد تربيع يساوي 26 بالضبط. يعني ايش يعني مجموع مربع؟ يعني بربع الاول بربع الثاني بجمعهم. لو قال لي الفرق بينهما بدل المجموع قال لي الفرق ضرب بطرح يعني ناقص مجموع يعني زائد زائد. طب لو قال لك عددان حاصل ضربهما ضرب هاي سين ضرب صاد سين صاد. اذا هي بتعتمد على الكلمات اللي مستخدمه في اللفظ. طب استاذ انا اقول لك سؤال ترجم. نعم انا اقول لك سؤال تحل لنا اياه. تفضل. حديقه مستطيله الشكل مساحتها مستطيلة الشكل شكل مساحتها بتساوي 120 متر مربع متر مربع. طب بدي اسالك سؤال قبل ما تكمل، مساحة المستطيل شو قانونها؟ الطول ضرب العرض. ممتاز. يعني لو فرضنا انه الطول س والعرض ص اذا المساحة تساوي الطول ص شو بيساوي؟ 120. من وين جبت هذا الحكي انا؟ من المسألة. جبت من كلامك. كلامك. كمل. فإن كان طول قطرها 17 فجد بعد الحديقة. قطر يعني ها. صح. مش نعتمد على. مش نعتمد على فيثاغورس. بالضبط. بدك تسوي معادلة ثانية هون لأن هذا مثلث قائم. شوف لو طلعنا على هذا المثلث هذا مثلث قائم. مشاو الضلع الأول تربيع زيادة الضلع الثاني. الضلع الثاني تربيع. هيك صارت عندك معادلتين بتحلهم. عندي كمان سؤال بدك تحلها، بدك تقولها زي السؤال اللي قبل شوي حلينا. 120 على س هاي السبب خلاص 17 تربيع تساوي س تربيع زائد 120 على س الكل تربيع. وبعدين بتكمل ال 17 17 اظن 289 اذا ذاكرتي كويسه. على وهون 12 ب 12 144 وهون صفرين على سين تربيع واحد مقامات هاي كانها واحد هذا تضرب سين تربيع يساوي سين تربيع زائد 4 اسف 4 4 لانه سين تربيع سين تربيع سين تربيع سين تربيع سين اس 4 زائد 14 14400 اضرب تبادلي 280 سين تربيع سين 4 زائد 14400 ممتاز. الان نقول لي هاي لهون صارت هيك سين 4 ناقص 289 14400 على التحليل هاي صح؟ بالضبط. هاي اعتبر انه السين تربيع زي كانها لام مثلا فبصير هاي لام تربيع ناقص 289 لام زائد 14400 بنحللها هاي وبنكمل، بس هون تحليلها مبين صعب يعني شوي. هاي غلبة. بس فكرتها هيك يعني. فكرة أتوقع غطيناها. أنا مضطر أغادر هسا. يعطيك العافية. يالله يعافية. يالله يا سيدي. يعطيك العافية. حياكم الله. عافية.
كيف ابو حسام؟